سلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الموجز الجديد والمليء بالأحداث الحصرية. أهلا بكم أيها الطيبون في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والرياضية. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع أبرز عناوين هذه الحلقة. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. مساحة عكاشة تجمع البرلمانية مبدع والطبيب التاز، تقاضى 3000 درهم. مهيول يتحدث عن مشاركتي في الكاميرا الخفية. فاصل ونواصل. الفنانة صفاء حبيركو بطلة فيديو كليب سعد المجرد. أشخبار دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى في مدينة دبي. تصريحات صادمة لوالدة نسليهان أطاقول، فهل فعلا حسمت أمر طلاق ابنتها من قادر دغلو؟ التفاصيل في هذه الحلقة. أثارت قضية البرلماني الحركي والوزير الأسبق محمد مبدع الذي يقبع بسجن عكاشة بالدار البيضاء بأمر من قاضي التحقيق رفقة 7 أشخاص آخرين، وذلك رهن الاعتقال الاحتياطي، أثارت اهتماما واسعا من قبل الرأي العام الوطني، وأعادت النقاش حول محاربة الفساد إلى الواجهة مجددا بالمغرب. وأشعل خبر الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية وسائل التواصل الاجتماعي التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة، تباينت حسب توجهات النشطاء السياسية والثقافية. وتشير المصادر أن محمد مبدع قضى أول ليلة عصيبة بسجن عكاشة بعد صدور أمر اعتقاله ونقله إلى السجن. وذكرت منابر إعلامية نقلا عن مصادرها الخاصة أن مجرد وصوله إلى السجن جرى نقله إلى مساحة سجن عكاشة بعدما قال لهم أنا مريض، ويتواجد في نفس المساحة طبيب التجميل التازي المعتقل في نفس السجن في ملف الاتجار بالبشر. وأوضحت ذات المصادر أن محامي مبدع هو نفسه محامي التازي، والتقاهم معهم في مساحة عكاشة. هذا ومن المنتظر أن تنظر غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الخميس المقبل 4 مايو في قرار الاستئناف الذي تقدم به دفاع البرلماني المعتقل محمد مبدع بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال من أجل التهم المنسوبة إليها. هذا وفي حالة عدم تلبية طلب دفاع مبدع من أجل تمتيع موكلهم بالصراحة المؤقتة، فإن مراحل التحقيق التي ستتطلب تقريبا 4 أشهر ستتواصل مع المعني بالأمر وهو في حالة اعتقال. أثارت حلقات برنامج المقالب فاصل ونواصل الذي بث خلال الموسم الرمضاني 2023 عبر شاشة قناة MBC 5 جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل النشطاء عن مدى حقيقتها، فيما اتهم آخرون صناعه بفبركته على غرار برامج الكاميرا الخفية التي تعرض بالمغرب وسط إصرار كبير من القائمين عليها والفنانين المشاركين فيه على نفي ذلك. وكشف الفنان الكوميدي المغربي محمد مهيول أنه تقاضى مبلغ 3000 درهم مقابل مروره في برنامج الكاميرا الخفية فاصل ونواصل الذي بث عبر شاشة قناة MBC 5 خلال رمضان 2023. وعبر مهيول في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية عن سعادته بخوض تجربة برنامج المقالب، نافيا معرفته المسبقة بحقيقة البرنامج، مشيرا إلى أنه سبق أن شارك في برنامج ممثل على إحدى القنوات الوطنية وتقاضى 10000 درهم، إلا أنه لم يتم بث حلقتها. وكان الفنان الكوميدي المغربي محمد مهيول قد انتقد في لقاء سابق مع نفس المصدر طريقة تسيير الشأن الثقافي بمدينة المحمدية، لافتا إلى أن مسرح المدينة وبخلاف جميع مسارح المملكة يسير من قبل المجلس البلدي وليس وزارة الثقافة على حد تعبيرها. وقال مهيول إن جميع المسارح بالمملكة تمنح للفنانين من أجل إقامة العروض والتداريب فيها بالمجان، إلا مسرح مدينة المحمدية الذي يطالب الفنانين بتكاليف مالية كبيرة مقابل القيام بتداريبهم أو عروضهم فيها. وأضاف ذات المتحدث أنه يشتغل حاليا على عمل مسرحي جديد بعنوان درب السعادة، يتناول العديد من القضايا السياسية والاجتماعية التي تهم المواطنين المغاربة. We'll be right back.
يعود النجم المغربي سعد المجرد من جديد بعد محنته إلى جمهوره ومحبيه بإصدار عمل فني جديد عبارة عن أغنية بالدارجة المغربية بعنوان أشخبارك، حيث من المنتظر طرحها في الرابع من ماي المقبل عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. وعمل سعد المجرد على تصوير فيديو كليب أغنيته أشخبارك بمدينة الجديدة، حيث جسدت الممثلة المغربية صفاء حبيركو دور البطولة فيها، الشيء الذي أعلن عنه بنشر صورة ترويجية عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام، حيث ظهر وهما يرتديان اللباس المغربي التقليدي. واستعان سعد المجرد بعدد من الممثلين المغاربة من بينهم عمر لطفي وويصال بيريز لإصدار أغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي مباشرة بعد خروجه من السجن بشكل مؤقت. يشار إلى أن النجم البوب سعد المجرد محكوم عليه من قبل القضاء الفرنسي بالسجن لست سنوات في قضية تتعلق باغتصاب فتاة فرنسية، والتي سيخرج منها براءة بإذن الله. دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب المستشفى عقب انتهاء حفلها الغنائي في مدينة دبي للاطمئنان على قدمها بعدما أصيبت بكدمات متفرقة تسببت في تحول لون الجلد إلى الأزرق، وذلك عقب سقوطها على المسرح. وطلبت شيرين من جمهورها عدم التوقف أمام واقعة السقوط قائلة ما يقع إلا الشاطر، ووعدت محبيها بعدم تكرار غيابها عن الوسط الفني. وأكدت مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب في أحد المواقع الإلكترونية أنها قررت الذهاب إلى المستشفى لمجرد الإطمئنان على حالتها الصحية، وأشارت إلى أن جدول حفلات شيرين عبد الوهاب كما هو دون تغير يذكر، ولا تحتاج حاليا إلا إلى علاج للتخفيف عن أثر الكدمات المتفرقة في القدم بعدما تعثرت في ذيل فستانها الطويل. وبررت شيرين عبد الوهاب سقوطها على المسرح بوضع السماعات بشكل مخالف للمعايير الفنية، وقالت بعد سقوطها بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح، بس ما يقع إلا الشاطر. وأضافت الواقعة دي حصلت قبل كده مع فنانين كثير وأنا صعبان علي نفسي بس من الحركة دي، أما عن الإصابات إحنا واخدين عليها وجسمنا نحس منها، لكن الفكرة في السوشيال ميديا وتضخيمها اللي حصل. اختتمت في المؤتمر الصحفي أوعد الجمهور إني مش هغيب عنهم تاني وأقدم لهم أعمال كثيرة. في متابعة لأخبار خيانة قادر دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليان أتاغول، تم الكشف عن أمور جديدة وصادمة انكشفت عبر تصريح والدة نسليان أتاغول لأحد الصحفيين الأتراك. فماذا قالت؟ في التفاصيل، كشف الصحفي التركي أنور آكاي في اتصال هاتفي ضمن أحد برامجه عن أنه تحدث مع والدة نسليان التي قالت له إن ابنتها ستنفصل عن زوجها قادر، وأشار أيضا إلى أن قادر أقام حفل زفاف مع فتاة شابة جامعية. وقال أيضا خلال المقابلة إن الثنائي الشهير بدأ بإجراءات الطلاق، لكن قادر توسل إلى زوجته نسليهان ترك بعد الوقت لتمديد الزواج لفترة أطول بسبب مصلحة عمل، لذلك ظهر إلى العلن وينفيان خبر الخيانة. وبالرغم من تلك الصورة التي نكر فيها تومة الخيانة، إلا أن الجمهور لم يصدقها واستمر بتوجيه انتقاده للممثل قادر دوغلو. والبعض الآخر أشار إلى أن ما جرى في مسلسلها على مشارف الليل، حيث أعلنت مجدة نسليهان أتاغول طلاقها من كاظم قادر دوغلو، سيحصل في الواقع. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.